سننطلق الآن. أقرأ قلنا خريطة تاريخية، المرابطون، الطرق التجارية، الدرس التاسع. إذن أهداف التعلم قراءة خريطة تاريخية والاستعانة بخط زمني لتعرف المرابطين والطرق التجارية في عهدهم. ثانيا، اكتشاف بعض العوامل التي ساهمت في تنشيط الطرق التجارية ونتائجها في عهد المرابطين. ثم وأخيرا، استخلاص أهمية توظيف الخريطة التاريخية. إذن ثلاث نقاط يجب أن نحاول دراستها من خلال هذا الدرس حول الدولة المرابطية وطرق التجارية التي ساهمت في ازدهار هذه الدولة. إذن أمهد لتعلمي. سنبدأ بعد الأدارسة، يعني بعد انتهاء حكم الأدارسة. قامت دولة المرابطين بالمغرب وأولت جانبا من اهتمامها للتجارة. فالسؤال الذي سنطرح، فمن هم المرابطون؟ إذا من هم المرابطون؟ سنقول وكيف نوظف الخريطة التاريخية لاكتشاف طرق التجارة في عهدهم وأهميتها. إذا أولا، أقرأ خريطة تاريخية وأستعين بخط زمني لتعرف المرابطين والطرق التجارية في عهدهم. إذن سنحاول من خلال الرسم الذي بين أيدينا، الذي يعبر عن الخط الزمني لأبرز ملوك الدولة المرابطية، متى بدأت هذه الدولة ومتى انتهى حكمها. إذن وما هي المدة الزمنية التي حكمت خلالها المغرب؟ إذن سنبدأ بادئ البدء بعبد الله بن ياسين، وهو مؤسس الدولة. بداية الحركة كانت في سنة 434 هجرية، الموافق ل 1042 ميلادية. ثم ستأتي محطة بعدها، محطة أخرى، وهي تولية يوسف بن تاشفين القائد الأمازيغي الكبير، سنة 452 هجرية، الموافق ل 1060 ميلادية. بعدها ستأتي محطة مهمة في تاريخ الدولة المرابطية، ألا وهي بناء مدينة مراكش، والتي هي كانت عاصمة للدولة المرابطية في سنة 462 هجرية، الموافق ل 1070 ميلادية. بعد ذلك ستأتي محطة أخرى مهمة كذلك، هي نهاية حكم يوسف بن تاشفين. نهاية الحكم كانت لهذا القائد العظيم في سنة 500 هجرية، الموافق ل 1106 ميلادية. ثم سقوط مراكش كآخر محطة في يد الدولة الموحدية، سنة 541 هجرية، الموافق ل 1147 ميلادية. إذن سنعود لإطلالة شاملة على هذا الخط الزمني لأبرز ملوك الدولة المرابطية، ونستخلص أن حكم المرابطين دام قرابة 107 سنوات. انطلاقا من الخط الزمني، سنحدد المرحلة التاريخية التي امتد خلالها حكم المرابطين وأحسب طول مدتها زمنيا. إذن يمكنك أن تقوم بعملية حسابية بسيطة تمكنك من استخلاص هذه المدة الزمنية. أستخرج اسم أول من وضع اللبنة الأولى للدولة. اللبنة هي قطعة الآجور التي نبدأ بها البناء. إذن من وضع اللبنة الأولى للدولة المرابطية، واسم أبرز ملوكها. إذن أبرز بمعنى أهم ملوك هذه الدولة. أذكر اسم عاصمة المرابطين. إذن يمكنك أن تستنتج هذه المعلومة من خلال الخط الزمني، فذكرت متى بنيت هذه المدينة ومتى سقطت في يد الموحدين وتاريخ بنائها. إذن مطلوب منك أن تجيب عن هذه الأسئلة وأن تركز عليها. ف
ثم أتذكر من مكتسباتي السابقة حول عناصر الخريطة، وعناصر الخريطة درسناها في درس دروس الجغرافيا. أقرأ عنوان الخريطة وأحدد موضوعها، إذا سنرى خريطة للمغرب التي هي من نوع خريطة الخريطة التاريخية. أقرأ مفتاح الخريطة وأحدد نوع رموزه، إذا رموز هذا المفتاح، ثم أتعرف معنى كل منهما، ثم أقرأ المقياس وأشرح مدلوله. إذا هذه النقط نقط تقنية تساعدك في استخراج مفاهيم تاريخية. إذا قبل أن نذهب إلى الخريطة سنذكر بعض المصطلحات أو نشرح بعض المصطلحات من قبيل المعجم ونبني معجمين. مثلا كلمة المرابطون كمصطلح تاريخي، هم أمازيغ، شعب أمازيغ انطلقوا من الصحراء، إذا مقرهم الأول كان الصحراء، سموا بالمرابطين. لماذا؟ للرباط، من الرباط، وهو المكان الذي يرابط فيه المجاهدون، يعني يجتمعون فيه ويشكلون رباطا أو جمعية كما نقول. إذن هناك اسم عبد الله بن ياسين، وهو داعية مسلم أمازيغي، إذن فقيه في أمور الدين، تزعم حركة دينية إصلاحية من الصحراء، إذن كان منطلقها من الصحراء، كانت أساس قيام الدولة المرابطية. إذن إذا رجعنا إلى تاريخ المغرب نجد أن دائما الإسلام وفقهاء الإسلام كانوا يتزعمون كل الحركات التي أتت بدول كالموحدين والمرابطين والمرينيين وغيرهم. إذن سنرى الآن طرق تجارية في عهد المرابطين انطلاقا من هذه الخريطة، وسنحاول كما طلب منا أن نضع تفسيرا وتحليلا لتلك الرموز التي هي في مفتاح هذه الخريطة. إذن خريطة المغرب نرى اللون الأصفر هو اللون السائد. ماذا يعني هذا اللون الأصفر؟ إذن هذا اللون الأصفر يعني أن مجال حكم دولة المرابطين يمتد من بلاد الأندلس إلى جنوب الصحراء في تقوم بلاد السودان. إذن وهذا كذلك وثيقة تاريخية التي تثبت مدى الصحراء المغربية أنها بالوثائق التاريخية أنها صحراء هنا، ولسنا متطفلين على هذا الجزء من هذه البلاد، بلاد المغرب. إذن ثم لنا في اللون الأحمر في جنوب السودان نرى مناجم التبر. ما معنى التبر؟ التبر هو مسحوق الذهب. إذا مسحوق الذهب الذي كان يتعامل به الناس كعملة يبيعون ويشترون به البضائع. ثم لدينا هناك خطوط أو سهم أحمر الذي يشير إلى القوافل التجارية. إذا نرى أن هناك كثير من الطرق الخاصة يعني تربط شمال المغرب بجنوبه وتصل إلى بلاد السودان مرة بالصحراء المغربية. ثم لدينا مثلث بنفسجي هو عبارة عن مناجم للملح. إذن في تلك الآونة الملح كان يستعمل في تصبير الطعام، وبالتالي هو مادة حيوية ضرورية لتصبير اللحوم وكثير من الأطعمة التي يستعملها خاصة التجار في رحلاتهم التجارية من الشمال أو من بلاد الأندلس إلى جنوب الصحراء. ثم نرى سهما غليظا باللون الأخضر، وهو يرمز إلى السلع التي تتجه من شمال المغرب إلى جنوبه، وهذه السلع هي موجهة إلى بلاد السودان من حبوب وتمور وزيوت ومنسوجات وملح وأواني وأدوات معدنية وحلي وكذلك العطور. إذن الحلي هي المجوهرات التي تضعها النساء من فضة وذهب وغيرها. ثم لدينا السلع المجلوبة من السودان يشار إليها بالسهم البني الغليظ. السلع المجلوبة، إذن ماذا يستورد المغرب من السودان بعد وصول القوافل محملة
إلى السودان ماذا يحتاجه؟ فيحتاج إلى التمر قلنا هو مسحوق الذهب، ثم العاج، العاج اللي هو الذي يستخرج أو اللي هو عبارة عن أنيب فيلة ويستعمل كذلك في الحلي وكثير من، ثم الرقيق، الرقيق هم العبيد، العبيد الذين كانوا يباعون ويشترون في الأسواق. إذا بخلاصة أن هذه الخريطة تبين لنا مدى التطور التجاري الذي كان يعرفه المغرب خلال حكم المرابطين. إذا من خلال تتبع رموز المفتاح والخريطة وقراءة محتواها، أرصد المناطق التي أصبح يشملها النفوذ المرابطي مقارنة بأهل الأدارسة. إذا أنت مطالب أن تقارن بين دولة الأدارسة لاقتناء خريطة للأدارسة وخريطة هذه الخريطة، وتقارن من هي المنطقة الأقرب. أحدد طرق التجارة والمراكز التجارية في عهد المرابطين، ثم أسمي المناطق التي كانت تربط بينها هذه الطرق التجارية إبان حكم المرابطين. وهنا يمكنك أن تذهب إلى شبكة الإنترنت وتبحث في هذا المجال انطلاقا من الموسوعات التاريخية. إذا أجرد السلع، إذا أصنف أو أعد السلع التي كانت تصدر من المغرب إلى السودان، والسلع التي كانت تجلب إذا من السودان إلى المغرب عبر هذه الطرق، طرق القوافل التجارية. إذا كخلاصة أصوغ انطلاقا مما توصلت إليه ومن شروح المعجم تعريفا للدولة المرابطية والدورة التجارية للمغرب في عهدها. إذا ثم أستخلص أهمية توظيف الخريطة في التاريخ، إذا والجوانب التاريخية التي ساعدتنا الخريطة على اكتشافها. إذا هذه نقاط مهمة يجب أن نركز عليها. إذا ثانيا أكتشف بعض العوامل التي ساعدت على تنشيط الطرق التجارية في عهد المرابطين. ما هي العوامل التي ساهمت في تنشيط هذه الطرق؟ إذا والنتائج المترتبة على ذلك. إذا اعتمادا على مكتسباتي السابقة من الدرس الرابع في المقرر الجغرافي لهذا المستوى وعلى الخريطة، أستنتج أهمية الموقع الجغرافي للمغرب. إذا نحن درسنا في الجغرافيا أن المغرب له موقع استراتيجي، بمعنى أنه يقع في شمال الغربي للقارة الإفريقية ويحده مثلا شبه الجزيرة الإيبيرية، هي أوروبا، إسبانيا بالخصوص من جهة الشمال، ثم السودان من الجنوب، الجزائر من الشرق، والمحيط الأطلنطي من الغرب. إذا هذا الموقع مكنه من أن يلعب دورا هاما في امتداد حكم الدولة المرابطية وتنشيط الطرق التجارية خلال العهد المرابط. إذا لدينا هنا صورتين، صورة للقافلة التجارية. إذا والقافلة التجارية يجب إن شاء الله أن نشير هنا أنها هي عبارة عن مدينة صغيرة متحركة. إن القافلة لم تكن تضم مثلا عددا قليلا من الجمال والباعة، وإنما يكون هناك مئات الجمال ومئات الباعة الذين يتحركون إذا دفعة واحدة في الصحراء ويحملون، وبالتالي يشكلون قوة وحماية لهذه السلاح. وكانت القوافل تستغرق مدة 3 أشهر للوصول إلى أهدافها وثلاث أشهر للعودة كذلك إلى منطلقها. ثم لدينا هنا قطعة نقدية والذي نسميه بالدينار المرابطي، بمعنى أن الدولة المرابطية سكت العملة، وهذا يعني أن عندما تكون هناك عملة أن هناك اقتصاد مزدهر. ثم نرى هنا من العمران شكل أحد الفنادق إذا التجارية المغربية بعد ترميمه. إذا وفندق، ما هو الفندق؟ وعندما تأتي القوافل فالتجار يحتاجون إلى أماكن للراحة، وبالتالي عندما تبنى الفنادق فهذا يعني أن هناك مرور قوافل كثيرة وحركة تجارية دائمة. إذا أنمي معجمي حتى نقف على بعض المصطلحات التي ذكرناها في هذا الدرس. التمر، ما هو التمر؟ التمر هو قلنا مسحوق الذهب، وهو كان يشبه العملة التي يتعامل بها التجار، لأنه سهل الحمل ويمكن أن تجزئه كما شئت.
قافلة تجارية وهي مجموعة من التجار ينتقلون بانتظام عبر الصحراء يحملون بضائعهم على الجمال. ثم لدينا الملح، قلنا الملح كانت تعتبر من المواد الثمينة في الصحراء، وكانت تستعمل للمحافظة على الطعام من التعفن. ثم العاج، العاج وهو مادة تستخرج من أنياب الفيلة لصناعة بعض الأدوات. الرقيق، بعض سكان إفريقيا السوداء كانوا يجلبون لاستخدامهم في بعض الخدمات كعبيد. ثم لدينا الفندق، مكان للاستراحة أو لاستراحة التجار وخزن سلعهم، يتألف من طبقات تشمل عدة غرف. إذا أستعين بالصورة ألف دعامة ثلاثة لتحديد نوع وسائل النقل التي كانت تعتمد عليها تجارة المغرب في عهد المرابطة. أستخلص من الصورتين باء وجيم بعض الوسائل الأخرى التي ساهمت في تنشيط الطرق التجارية. إذا جدول لأهم النتائج التي ترتبت عن نشاط الطرق التجارية في عهد المرابطة. إذا المجال ثم النتائج. المجال الأول مجال ديني كانتشار الإسلام في السودان ودخول اللغة العربية إليها. إذا وكذلك في المجال الاقتصادي سنقول تطور التجارة وتزايد الأرباح واستفادة الدولة من مداخلها. ثم اجتماعيا سنقول نمو فئة التجار، وكذلك عمرانيا التوسع، توسع العمران بالمدن. إذا هذا جدول قلنا لأهم النتائج التي ترتبت عن نشاط الطرق التجارية في عهد المرابطة. إذا أستخرج من الجدول مختلف النتائج التي ترتبت عن نشاط الطرق التجارية. أستخلص كذلك أهمية الطرق التجارية في المغرب خلال عهد المرابطة. إذا أقرأ بموسع مدارك. سنقول بخلاصة أن كانت القافلة هي الوسيلة الوحيدة للتجارة مع السودان عبر الصحراء، وكانت بمثابة مدينة متحركة تنطلق الرحلة من المغرب نحو السودان ابتداء من فصل الخريف، وتستمر 3 أشهر ذهابا ومثلها إيابا. وكان التاجر الواحد يرسل ما بين 80 و100 حمل، والحمل ما هو الحمل هي الحمولة، يعني كل جمل، وكانت تتراوح ما بين 150 و80 كيلوغرام. إذا ولذلك كانت القافلة الكبرى تضم مئات الجمال. وعلاوة على التجارة كان يرافق القافلة أعدادا كبيرة من الأجراء والسائقين وأعوان وحراس، ثم إمام ومؤذن لأداء الشعائر الدينية، وكان على رأس الجميع قائد القافلة ودليلها والمشرف على تنظيمها. وكانت تشترط فيه المعرفة التامة بالمسالك الصحراوية الوعرة ذات المناخ القاسي، ومعرفة الاتجاه تبعا للنجوم، ومعرفة الآبار ونقط الاستراحة الليلية الآمنة، ومعرفة رؤساء القبائل التي تعتبر القافلة أو تعبرها القافلة عفوا، والدراية ببعض وسائل التداوي من سموم العقارب والأفاعي. وكانت تؤدى له إضافة إلى مصاريف رحلته أجرة خاصة. إذا لكنه كان مسؤولا عن كل مسافر إذا تاه. إذا هذا النص مأخوذ من مجموع مختصر بتصرف من زهرة الطموح، تنظيم القافلة، أعمال الندوة التجارتي، الجزء الثاني صفحة 293. إذا حتى لا نخوض في هذه التفاصيل ننتقل الآن إلى الملخص. أكتب في الدفتر. إذا التاريخ الدرس التاسع، أقرأ خريطة تاريخية المرابطون الطرق التجارية. إذا المقدمة، اهتم المرابطون بالتجارة فمن هم المرابطون؟ وكيف نوظف الخريطة التاريخية لاكتشاف طرق التجارة في عهدهم وأهميتها؟ إذا أولا أقرأ خريطة تاريخية وأستعين بخط زمني لتعرف المرابطين والطرق التجارية في عهدهم. إذا أسس عبد الله بن ياسين الدولة المرابطية في المغرب سنة
434 هجرية الموافق ل 1240 ميلادية، ودام حكمهم 107 سنوات. من أبرز ملوكها يوسف المتاشفين الذي بنى مدينة مراكش سنة 462 والموافق ل 1070 ميلادية، واتخذها عاصمة لدولته التي امتدت من الصحراء جنوبا حتى الأندلس شمالا. فسيطرت بذلك على أهم الطرق التجارية التي تربط المغرب بالسودان الذي كان يستورد منه العاج والتبغ والرقيق، ويصدر إليه الحبوب والتمور والزيوت والمنسوجات والملح والأواني والأدوات المعدنية والحلي والعطور. أكتشف بعض العوامل التي ساعدت على تنشيط الطرق التجارية في عهد المرابطين والنتائج المترتبة عن ذلك. إذن ساهم في تنشيط التجارة سيطرة الدولة على الطرق التجارية والاعتماد على القوافل التجارية واستعمال النقود والتوفر على الفنادق التجارية، وكان من نتائجها انتشار الإسلام في بلاد السودان وتطور التجارة وتزايد الأرباح ومداخيل الدولة ونمو فئة التجار وتوسع العمران بالمدن. خاتمة، ساهمت التجارة في ازدهار الدولة المرابطية.